مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. وصلنا بالحديث للتوسع القصبي. نحن حاليا في الشهر السابع، شهر تموز. يعني أي شيء راح تدرسه حاليا راح يبقى بذاكرتك المؤقتة للامتحان، فما تتوتر ولا تخاف، لسه في وقت جيد والأمور تمام. وعمك على طريقة، أنت أثناء دراستك لما تشوف نكشة أو لما تحل سؤال وما عرفت تحله حتى تحتفظ فيه ليوم الامتحان، هذا أنت لما شفته هيك هذا نقطة ضعف عندك كانت، صح؟ صوروا على تليفونك او اعزلهم بملف معين، وكل ما يصح لك كل 4-5 ايام مر عليه المرور. نقاط الضعف هاي قد يكونوا 20-50-100 نقطة ضعف، راح يكون يتحول الى نقاط قوة لك. ممكن شيء متعلق بالشوارد، ممكن نكشة صغيرة، ممكن هيك راح توصل يوم الامتحان انت عندك نقاط قوة رهيبة. اوكي، ف عرفت علي شلون؟ فعندك اشياء راح تحل بثقة، اي شيء راح يجيك منه راح تحله بكل ثقة. اوكي، ماشي. التوسع القصبي برونكيتيسس، توسع غير طبيعي وغير عكوس للقصبات. السبب قد يكون انفكشنز، كرونيك انفلاميشنز، ما في مشكلة. عم اقول لك هو قد يكون مكتسب اكثر شيء او في شيء سبب عم يأهب له، راح نشوف هذا الكلام. شكل القصبات الطبيعية بتكون كبيرة وتتدرج نحو الاصغر. اذا كانت متوسعة قد تكون بهالشكل اسطواني او مثل الدوالي او مثل الشكل الكيسي، ماشي. هو اذا انت عندك هاي القصبة الجميلة، بجدار القصبات في عندك إيلاستين، صح؟ اللي مسؤول لما تتمدد وتتقبض في عندك هاي الإيلاستين، صح؟ وعندك غضروف، هدول اذا تضرروا راح تخسر شكل القصبات الطبيعي. يعني اذا تضرروا راح تصير في تمدد وتوسع بالقصبات. اوكي، مره بعد مره حسيت عم تتجمع المفرزات اكثر، راح يعيق التبادل الغازي اكثر وتصير مش راح تاهب للانفكشنز. اوكي ماشي. هو اذا بالامتحان شو راح يسالوني؟ راح يسالوني اسباب التوسع القصبي. هلا فكره انه يجيك مريض اول مره عنده زله تنفسيه وشويه قشع وتفكر انه توسع قصبي، لا، غالبا في قصه مزمنه لمشاكل. اوكي، وبالتالي التليف الكيسي سيستيك فايبروسيس، سوء حركه الاهداب البدئي، كارتاجنر سيندروم، نقص جاما جلوبولين. عندك هاي الاسباب، التليف الكيسي ونقص جاما جلوبولين تؤهب للانفكشنز. التليف الكيسي عندك الميوكس، المخاط حيكون سميك، يؤهب للانتانات، تتخرب القصبات. اوكي، سوء حركه الاهداب، عندك الاهداب اللي بالقصبات هي معروفة تساعد على طرد المخاط، فإذا حركة الأهداب فيها مشكلة راح يتجمع المخاط، راح يصير في إنفكشن، مرة على مرة تتخرب القصبات. أوكي، وكارتاجنر هو مو بس سوء حركة أهداب، هو التهاب جيوب وانقلاب أحشاء أيضا. أوكي طيب، المكتسب هاي صار عند الناس الأكبر، ذات رئة، استنشاق جسم أجنبي، ذات رئة مقيحة، تي بي سلهام جدا، الاسبرجيلوسيس، الاورام القصبيه. هون حابب اضيف لك معلومه، انا ما عم اسرد لك اياهم سرد، بتعرف تقرا انت اكيد، لكن الامراض الالتهابيه اذا لك التهاب قصبات حاد هذا خطا. التوسع بده فتره، بحاجه الى زمن، وبالتالي الالتهابات المزمنه هي اللي تؤهل. اوكي، ذات رئه متكرره، استنشاق الجسم الاجنبي ويبقى، مره على مره يسبب لك تخريب. اوكي، الرئة المقيحة، هي العمليات اللي تحتاج زمن حتى تخرب القصبات. فإذا جاك بالخيارات التهاب قصبات حاد هذا هو خطأ. فأنت متوقع أن يجيك من أسباب التوسع القصبي ما يلي عدا، وأعطوا لك خيار آخر. اتفقنا؟ ماشي. بالإنجليش cystic fibrosis، primary cell dyskinesia، cartagner، gamma globulinemia، والأسباب الأخرى واتفقنا no acute bronchitis. sinusitis، transposition of the visceral. هلا في ناس عندهم انقلاب احشاء من دون ما يكون كارتاجنر، اتفقنا؟ بس تعال هون شوي، اذا جيت على التخطيط لمرض انقلاب الاحشاء شو راح تشوف؟ هل هذا التخطيط هل هو انقلاب احشاء؟ وهذا التخطيط هل هو انقلاب احشاء؟ ببساطه من دون ما اضيع لك وقتك، اذا بتلاحظ عندك الليد 1 صاير سلبي والاي في ار صاير ايجابي، ففي انت عندك انعكاس. هذا المريض ليس مريض انقلاب احشاء، هذا المريض انت مو تحطه بالتخطيط بيحطوا الليدز هدول، اذا حطيت اليمين بدال اليسار راح يعطيك هذا الشكل. طيب هذا المريض
لاحظ ان الديوان سلبي الاي في ار ايجابي. لكن هذا المريض اللي داد ما مضبوطين، هذا مريض انتلاب احشاء، كيف عرفت؟ بنظره صغيره وشويه منطق. اذا انا خربطت بهدول الليدز المساري، الفيات في 1 في 2 في 6 انا حاطهم طبيعيات، وبالتالي لاحظ هذول تدرج ار صغيره وتكبر مثل الطبيعي، وبالتالي عندك المساري مقلوبين. اوكي، بينما هذا في 1 صغيره صغير 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 صغير، ما عم ما في عندي هذا التدرج الطبيعي. معناته اذا كان القلب على اليمين وانا حاطط الفيات على اليسار، شفت يعطيك هذا المظهر، وبالتالي هذا مظهر ديكستروكارديا، قلب على اليمين ديكستروكارديا، بينما هذا تخربط في المساري. اتفقنا؟ كثير بيحبوا بالمستشفى بيلعبوا مع المقيمين الجدد، انه والله روح عدل المساري. اوكي، ولا هذا انه تكون تمكيف انقلاب احشاء انقلاب احشاء، بقول لك قلوب المساري. اوكي، في فرق الفيات، ما حدا راح يخدعك بعدين، ماشي. وبالتالي خلصنا من هالموضوع. المظاهر السرديه كلينيكال مانيفيستيشنز، كيف راح يجيك؟ السوحان المزمن، شفت قصه الازمان هامه جدا، منتج لقشع قيحي، باس بيورلنت، مريض سي او بي دي يشكو من سعال منتج لقشع بكمية كبيرة. القشع شو هو؟ مخاطي، ميوكس، ليس قيح. اوكي، ليس قيحي، انت عندك بالتوسع القصبي ركود وانفكشنز، راح يجيك القشع قيحي بكميات كبيرة. مريض يشكو من سعال منتج لقشع بكميات كبيرة، القشع قيحي، هذا هو برونكيكتسس، توسع قصبي. اتفقنا؟ ما في داعي تحفظ، شغل المنطق. المدخن اللي كان قصباته فيها افراز مخاط كثير حتى تحافظ وتدافع عن الجسم، هو عم ينتج مخاط كثير، بينما ابو التوسع القصبي قصبه خربت، صار عندي انفكشن، راح يجيك القشع القيحي. ماشي، الم جنبي، بلورتك تشست بين، نفث دموي، اتفقنا اي تخرب قرب القصبات يؤذي الاوعيه راح يؤدي الى نفث دموي. رائحه فم كريهه، نعم راح فم كريهه بتشوفه بتوسع القصبات. اي بؤره تؤدي الى انه يكون في ركوده وانفكشن راح تؤدي الى راحه نفس كريهه، راحه فم كريهه، مثل عندك خراج الرئه الابسس كمان تعمل راحه نفس كريهه. ماشي، وبالتالي هي الاعراض الواسمه، وتفق على قصه الازمان ممكن تشوف فينجر كلوبينج كمان، الحمى، يعني هو مرضك عنده توسع قصبات، اذا صار عنده انفكشن حاد عايز عنده حمى، زيادة سوء بالأعراض، سوء بالزلة التنفسية. الفحص السريري ممكن تسمع خراخل بسبب القشعة الموجود في القصبات المتوسعة، قصبة متوسعة وعندك مفرزات عم تلعب لعب. وحتى عمليا عن جد إذا مريض عنده توسعات قصبية وبالذات الكيسية بتكون كبيرة، تحط سماعتك تسمع صوت فقاعات المي، شايفها لما تفوت على المسبح وتحط راسك بالمي تسمع صوت هاي الفقاعة، عن جد حط سماعتك على تمرير توسع قصبي بتشوف المجانح الصدرية تسمع صوت مثل فقاعة المي. أنا ما شفته بالكتب بس سمعته أنا وكل مقيمين الصدرية بنعرفوا هذا صوت فقاعة المي. ماشي، خفوت أصوات تنفسية في حال انخماص الفصي، يعني سبب صار في إعاقة بالتبادل زيادة مفرزات راح ينخمص الفص بعدين. أوكي، التنفس القصبي بيقصد فيه بسبب التندب في حالة المرض المتقدم، إيه هو نسمع أصوات قصبية وليست حويصلية، حكينا عن هذا الشيء صح؟ يكون عندك قصبات وعندك حويصلات، بالاصوات الحويصله تحط السماعه هون تسمع فو فو فو، الزفير قصير صح وصوته واطي، بل يكون عندك تكثف وتندب تسمع الصوت القصبي كانك حط السماعه قريب على الرغامه تسمع فو فو. ماشي، in English bronchiectasis abnormal dilatation of the bronchi. اوكي، reasons we talk about them, clinical features, chronic productive cough of purulent sputum, purulent, chest pain, hemoptysis, halitosis, bad breath, foul smelling, we call it foul smelling, رائحة كريهة. Okay, الاستقصاءات, investigations, مريضك يشكو من سعال منتج لقشع قيحي، فانت ببساطة الاستقصاءات الروتيني اللي عندك، اول شيء موضوع القشع، فحص القشع يكشف العوامل التنفسية الشائعة، ممكن تعمل زيارة على القشع. أهم البكتيريا اللي تسبب انفكشنز عند هدول المرضى هو السودوموناس. أهم بكتيريا عند هيك مرضى
سودوماس هامة جدا جدا. اوكي ممكن فطور، ممكن امراض اخرى. المهم الزرع هو بيساعدك تتعرف نوع البكتيريا المسببة شعاعيا. هلا اذا كانت توسعات خفيفة ممكن صورة الصدر حتكون طبيعية، لكن بعدين راح تشوف توسعات سماكة بالجدار، فراغات كيسية، انخماصات، تكثفات. طبعا السي تي اوضح. انا ايش عم بحكي الحكي، خلينا نشوف الصور. شوف هاي الصورة مثل قراءتنا الطبيعية، راح نمسك نفس الخطوات. اذا بتلاحظ انت عم تمسح الساحة الرئوية، شوف بها مستوى شو هدول. اذا بتلاحظ شوف هدول مثل الصحن، هاي توسعات كيسية وفيها مفرزات قيحية، توسعات كيسية وفيها مفرزات، توسع قصبي كيسي. اوكي شوف هذا المريض الاخر، انت عم تمسح الساحتين الرئويتين، فاذا بتشوف وكانه في زياده بالخطوط البيضاء بهالمستوى بهالمستوى. تكبر ودقق شوي شوي، حاول توصف شو شو عندك. هدول خطين بكبر، بشوف عندي خطين، وبالتالي عندي سكه القطار بهالمستوى بهالمستوى. توسع قصبي، توسع قصبي. عند مرضى السيستيك فايبروسيس بتكون التوسعات اكثر شيء بال بنصف القمتين الرئتين اكثر. اوكي خلينا نشوف الطبقي لهذا المريض. هذا المريض عمره 15 سنه، يشكو من سعال مزمن مع ارتفاع حراره مع تعرق ليلي مع نقص وزن. شوف هذول هذا المظهر شو كان اسمه؟ هذا المظهر تري امباتس، انسداد قصيبي. عند هيك مريض قد يكون تي بي، هذا مريض سل. اوكي اذا بتلاحظ شو هي قصبات متوسعه، ساينت رينج سيل. هلا برسم لك اياها، عندي قصبات متوسعه، هذا مريض مريض تي بي سل. هاي النافذه منصفيه، القبله كانت رئويه. ليش؟ لانه الرئه مو واضحه، المنصف هو اللي واضح. اذا بدي اشوف لاحظ شو عندي بهالمستوى، عن نفس المريض تبع السل. شوف عندي هي بلون فضي تحت الكارينا، هاي عقد لمفاويه، عقد لمفاويه. صرنا نميز اكثر بالصور. اوكي طيب عندك هي الصوره، الصوره دوما تاكد من الانقلاب ولا لا، تاكد من توجيه الصوره، هذا هام جدا. اذا بتشوف القلب على اليمين، اوكي الساحه الرئويه مو صافيه، عندك كثافات متعدده صح، ارتشاحات متعدده. شو هدول؟ تميز اكثر حتشوف توسعات كيسيه مثل اللي شفناها من شوي، توسعات قصبيه جيب المعده على اليمين ايضا. على السي تي سكان نفس المريض لاحظ النسيج الرئوي متخرب، القلب على اليمين، عندي توسعات قصبيه شديده صح. ساينت رينج سيل، انه عندك قصبه متوسعه وجنب الوعاء، فاعطى مظهر مظهر الخاتم صح. عندي قصبه متوسعه الساينت رينج سيل بهالمستوى. شوف القصبات ما بتتدرج، خطين متوازيين، خطين متوازيين. لاحظ هذول ما وصفناهم مثل النفاخ الرئوي. ليش؟ شوف ما وصفناهم مثل النفاخ لانه انت عندك جدار سميك، مو مثل النفاخ ما بيكون رقيق. انت اصلا جدار الاسناخ والمسافات السنخيه، هون جدار قصبه، جدار قصبه سميك. اوكي التدبير، انا هيك مريض كيف راح ادبره؟ اذا بتلاحظ هون اول نقشه عندك قصبات متوسعه، تعطي موسعات قصبيه؟ الجواب نعم. انت عندك الفكره، شوف في نفذك عندك ورم، هاي قصبات وفيها ورم، التوسع وين راح يصير؟ هون لهون. الجواب الى الاسفل. ليش؟ انت عندك هذا هو عم يفوت، بس هون انت عندك المفرزات اللي راح تصير وتتجمع، يعني عم تحاول الاهداب. الاهداب شو بتعمل؟ السيليا تحرك لك المخاط باتجاه الاعلى لحتى تخلص منه بالسعال. فاذا انت عندك المخاط بلش يتجمع رح يصير توسع بعد الورم. اوكي؟ فانت عم تحاول تعطي موسعات حتى تعطي، سواء مو بس بالورم، بكل الامراض الالتهابيه اللي سببت توسع قصبي، انا عم حاول ساعد بمرور المفرزات. يعني انت عندك مفرزات سميكه قيحيه،
انا محاول اوسع قصبة حتى تفوت المفرزات. كورتيكوستيرويدات تخفف من الالتهاب بمستوى الجدار، تزيد من التوسع، اوكي، واتفقنا انه هي التهابات مزمنه تؤدي الى هذا الشيء، تعزز نفوذيه انفتاح الطرق الهوائيه. العلاج الفيزيائي هام جدا، بس على مستوى الامتحان ما راح تنسى منه. علاج فيزيائي، ممارسه تمارين معينه تساعد على طرح المفرزات، اوكي، ياخذ شهيق عميق وزفير معين بوضعيات جسم معينه مع تربيط على الظهر، اوكي. استخدام الوسائل تخلق ضغط زفير ايجابي، كقناع ضغط الزفير الايجابي او صمام الرجاج. اكيد انا ما راح اترك هيك معلومه بدون ما اقول لك عليها شو هي. انت عندك باختصار شديد، دوما اتفقنا انه يكون عندك هيك شيء ومفرزات سميكه بلشت تضيق القصبات، انت بحاجه لشيء يوسع القصبات، مثل مبدا السي او بي دي. فهو ممكن اطبق انا ضغط زفيري ايجابي يوسع القصبات. طيب الصمام الرجاج شو هو؟ اسمه فلاتر فالف. هو عباره، هلا بورجيك اياه، جهاز صغير ينفخ فيه المريض. الجهاز فيه كره صغيره، المريض عم ينفخ، الكره عم تتحرك وترجع فايبريشنز، ارتجاجات بالهواء. هاي قصبات وفيها مفرزات سميكه، عم يجي الهواء اللي فيه ذبذبات عم يحاول يوسع القصبات. تيار الهواء المتذبذب راح يرتطم ويرتطم يرتطم يرتطم، فيزياء، فيزياء هاي صح، فيزياء، اوكي. وبالتالي المخاط السميك الموجود بهالمستوى عم يتعرض لذبذبات حتى تحل المخاط، تمارس تاثير على المخاط حتى ينحل، حتى يساعد على خروجه اثناء سعال المريض. هذا المرض بيعيد العمليه كذا مره اثناء اليوم، ماشي. خلينا نشوف، شوف بهالمستوى هذا الجهاز، هاي الطفلة بتنفخ بهالشكل. أحضر الجهاز، بيكون فيه كرة، فلما عم تنفخ بترجع لك الذبذبات باتجاه القصبات أثناء الزفير، وبالتالي موسعات قصبية، ستيرويدات، معالجة فيزيائية، صمام رجاج، الصيدلة الحيوية حسب العامل الممرض مثل ما اتفقنا، حسب نتيجة الزرع. أهم شيء السودوموناس، شو عندي صيدلات حيوية ضغط السودوموناس؟ اكتبوا لي بالتعليقات. عندك مثلا سيفتازيديم، بيبراسيلين تازوباكتان، وفي كذا واحد. المعالجة بالماكرولايتس، اوكي، لكن ما توجع راسك بهيك شيء، اوكي، مع تصدات حيوية إذا كان في انفكشن. المعالجة الجراحية إذا كان عندي توسع قصبي موضع بمكان معين، اوكي، هذا هون راح استعصله، بينما إذا كان شامل لكل الرئتين ما راح أقدر أعمل شيء جراحي، بس الفص أو القطعة المصابة. ممكن يتفاقم، يطول القصور التنفسي، وهالمشاكل. الإنذار جيد إذا كان المعالجة حكيمة وسيطرنا على الوضع بشكل جيد، وبالذات بالأمراض المكتسبة، بالأمراض المزمنة ممكن تسوء الحالة. In English, the management of bronchodilators, steroids, physiotherapy, flutter valve or PEP mask, antibiotics, as we said. الفكرة الأخيرة، مثل عم بتوسع القصبي مثل ما اتفقنا هو شيء مزمن، راح يسألني بالأسباب، وأهم شيء الحاد ما راح أختاره، راح يسألني بالتظاهرات، ممكن إلي راح أشوف وزيز معمم. الجواب نعم، أنت عندك بسبب مفرزات راح يكون في توسع قصبي، ممكن يكون في وزيز معمم، ممكن سعال منتج، نعم. للقشع بكمية، إذا قال لي قليلة الجواب خطأ، كمية كبيرة والقشع قيحي، أوكي، راح يقول لي هو حتكون في خلاخر، حيكون في وزيز، اوكي، حيكون في زله، لكن القشع منتج لكميه كبيره من القشع القيحي. هذا باختصار شديد، ان شاء الله كان الفيديو مفيد، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، سلام.